مرحبا بكم أعزائي المتابعين، وصلنا إلى الصفحة 86 لمادة اللغة الإنجليزية الصف الخامس الابتدائي، Unit 6 الفصل السادس، Lesson 7 الدرس السابع. Check my understanding. This thing of a new place. فكر بمكان جديد. For a fun day out. ليوم ممتع في الخارج. Number 1. What is your place called? ماذا يسمى مكانك؟ أنا هنا وضعت مكاناً عبارة عن متنزه قرب الشاطئ، وطبعاً كل طالب يستطيع أن يضع المكان الذي بمخيلته أو المكان الذي قد ذهب إليه فعلاً وقد أحبه. Number one, what is your place called? ماذا يسمى مكانك؟ Park near the beach. متنزه قرب الشاطئ بلا اسم. Number two, what can you do there? ماذا تستطيع أن تفعل هناك؟ I can watch the sea. أستطيع أن أرى البحر. Number three, what days it is open? أي يوم يفتح أو أي أيام؟ أي أيام يفتح؟ Every day, كل يوم. Number four, what time does it open? بأي وقت يفتح؟ From 8 a.m. من الثامنة صباحا. What time does it close? بأي وقت يغلق؟ To 10 p.m. حتى العاشرة مساء. How much does it cost to go in? كم تبلغ تكلفة الدخول إليه؟ It's free. إنه مجاني. والآن لنقرأ معا. Read about your friend's holiday. اقرأ عن عطلة صديقك. هذه عبارة عن بطاقة بريدية مرسلة إلى مراد من فراس. هاي مراد. مرحبا مراد. This is a postcard. هذه بطاقة from Baghdad. من بغداد. How are you? كيف حالك؟ I'm with my mom. أنا مع أمي. Dad, أبي. Aunt, sister. وأختي. Yesterday, يوم أمس. Was amazing. كان مدهشا أو رائعا. First, أولا. We went on the big wheel. ذهبنا بالدولاب الكبير. In a زوراء park, بمتنزه الزوراء. You can see it in the picture. تستطيع أن تراه بالصورة. يقصد هذا. It is very big. إنه كبير جدا. It was fun being high up in the sky. كان ممتعا أن أكون عاليا في السماء. Today, اليوم, we are going on boat. نحن ذاهبون على متن قارب. On the river Tigris. على نهر الفرات. See you soon. أراك قريبا. فراس. من فراس. وهنا تكتب بالبطاقة البريدية العنوان المرسل إليه. هذا الدرس هو عبارة عن تدريب لكي يتمكن الطالب من الكتابة عن عطلته. الصفحة 87 مثل نهاية كل فصل. P for project. هنا This fun park is exciting. هذا المتنزه يبدو ممتعا. There is a big wheel. هنالك العجلة الكبيرة أو الدولاب. There is a water slide. هنالك مطرقة مائية. There is a magic castle in a garden with the butterflies. There is. هنالك a magic castle. قلعة سحرية. In a garden. في حديقة. With the butterflies. مع فراشات. There are rides. هنالك لعبة الخيول أو الحيوانات التي تدور. For little children. الأطفال الصغار. You can buy healthy snacks. تستطيع أن تشتري وجبات صحية like fruit مثل الفواكه and sandwich والساندويتش. You can buy healthy drinks. تستطيع أن تشتري عصائر صحية like fruit juice مثل. هذه الصورة ليوم المرح، وتستطيع أن تقوم بعمل البروجكت أو المشروع المناسب لك. Unit 6 Lesson 8 الفصل السادس الدرس الثامن The City Song مدينة الأغنية. Listen and say the rhyme. استمع وقل اللحن أو ردد اللحن. سوف أقرأ أنا الأغنية ثم أشغلها لكم. My favorite place. مكاني المفضل. The city is my favorite place. مكاني المفضل هو المدينة. There are. هنالك lots of things to do. الكثير من الأشياء للقيام بعملها. There are shops. هنالك محال تجارية. With clothes. للملابس. And shoes. والأحذية. And toys. والأحذية.
العاب. There are butchers، هنالك القصابين. Bakers too، والخبازين أيضا. There are lots of shops، هنالك الكثير من المحال. On Blue Street، بالشارع الأزرق. Where you can buy books، حيث تستطيع أن تشتري الكتب. And toys، والألعاب. There are even more shops، هنالك حتى محال تجاري أكثر. On Red Street، على الشارع الأحمر. For moms، للأمهات. Dads، الآباء. Girls and boys، والبنات والأولاد. I like going to the market. I like going to the market، أحب الذهاب إلى السوق. And I hope we can buy cherries، وأمل أن نستطيع أن نشتري الكرز. I like to look at the bread and cakes، أحب أن أنظر إلى الخبز والكيك. Maybe we'll buy strawberries، وربما سوف نشتري الفراولة. But my favorite place of all، لكن مكاني المفضل من بينهم كلهم. Is where I go at the weekends، حيث أذهب في نهاية الأسبوع. Weekends، نهايات الأسبوع. It's near my house، إنه قرب منزلي. And near my school، وقرب مدرستي. And I go there، وأنا أذهب هنالك. وأنا أذهب هناك with my friends، مع أصدقائي. سأقوم بحل الصفحة التي تليها ومن ثم نستمع معا إلى اللحن. هذه الصفحة طبعا غير واضحة لكني قمت بحل ما أستطيع. Start number one. Number two، you buy meat from a butcher's. From a butcher's، تشتري اللحم من القصاب. Three، the pharmacy is on Green Street، الصيدلية على الشارع الأخضر. نستخدم on المكان. I'm going to buy some bread at the bakery، سوف أشتري بعض الخبز من الخباز. نشتري الخبز من bakery، الخباز. Number five، excuse me، where's the toy shop، المعذرة، أين محل الألعاب. Where's، أين. Six، where you at 7 o'clock today، أين كنت اليوم عند السابعة. Where، هذه ليست واضحة النقطة السابعة لذا سأتركها. ثامنا، I sent a postcard to my friend، أرسلت بطاقة بريدية إلى صديقي. Friend. Number nine، the school is opposite the park، المدرسة عكس أو مقابل المتنزه، أو نستطيع أن نقول beside أو behind. طبعا الحل اختياري. I bought my dad a cup souvenir، قمت بشراء كوب لأبي كتذكار. 11، I love the merry-go-round but I don't like the super swing مثلا. بعد هذه الحلول الاختيارية، ولكن meet لا يجب أن يتم تغييرها، ولا on أو bakery أو where أو where. friend ممكن تغييرها، opposite أيضا، cup أيضا، و super swing أيضا. شكرا للمتابعة، ونسمع معا إلى الأغنية. My favorite place. The city is my favorite place. There are lots of things to do. There are shops with clothes and shoes and toys. There are butchers and bakeries too. There are lots of shops on Blue Street where you can buy books and toys. There are even more shops on Red Street for mums, dads, girls and boys. I like going to the market and I hope we can buy cherries. I like to look at the bread and cakes. Maybe we'll buy strawberries. But my favourite place of all, where I go at the weekends, it's near my house and near my school, and I go there with my friends.